ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده شمعة البابلز القمر دي. اول حاجه صفرت الميزان بتاعي وحطيت الهاوسين فيها عشان اسيح فيها الشمع. هي شمعة البابلز بتبقى عامله 160 جرام، انا حطيت 170 عشان لو حصل هبوط من النص او حاجه يبقى عندي كميه زياده اسيحها واحطها في النص. اوكي، سخنت القالب بتاعي كويس، بتاع البابلز الكبيرة سخنته كويس جدا جدا جدا، بتسخني بالسشوار او بالهيت جان، المهم يبقى سخن معاك جدا علشان الشمعة ما تطلعش منقطة ولا تطلع مخططة ولا اي حاجة خالص وتفضل كويسة معاك. لازما اهم حاجة التسخين. شوفوا بوريكم ان انا بسخنه كله ومن كل بابلز، يعني كل بابلز واحدة فيهم لازم تتسخن كويس جدا. تالت حاجة، فتحت القالب بتاعي، فتحته بالإبرة عشان أدخل الفتيل، دخلت الفتيل بتاعي وزبطته وزبطت مقاسه وقصيت الزيادة. برضو لازم أقول لكم على حاجة كويسة جدا معاكي، إن انتي تشمعي الفتيل الحتة اللي في الآخر اللي انتي هتولعي منها، الحتة دي ما جتش في الفيديو، هتشمعي الفتيل الحتة دي بس تحطيها في الشمع. هعمل لكم فيديو ازاي تشمعي الفتيل. انا سخنته تاني يعني كويس جدا، يعني انا سخنته الاول بعدين سخنته تاني بطريقة كبيرة جدا. اللون بقى عندي، الحتة دي كانت الشمع على النار، اللون انا هعملها باللون البيربل زي ما انتوا شفتوها الموف. اخدت لون موف وحطيت وقعدت ازود لحد لما ظبطت الدرجه معايا، الدرجه اللي انا عايزاها مناسبه ليا. تمام، شوفوا دي. برضو حطيت عندي نقطه كده من اللون المايكا الابيض عشان الشمعويه بتسيح تفضل تدي لمعه كويسه. برضو سخنت القالب تاني طول ما انا شغاله في الشمعة وبسيح فيه، وطول ما هو بيسيح على النار بسخن في القالب وبسخنه بالسشوار كويس جدا جدا جدا. دي اهم خطوة يا بنات علشان طبعا ما فيش شمعة تطلع معاكي مخططة او كده. ضفت العطر بتاعي على درجة حرارة 70، عملتها بريحة المسك، وبعدين بصب، شوفوا بصب بالراحة جدا 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 علشان ما يبقاش فيها بابلز، اللي هي البابلز الصغيرة، وما تبقاش فيها مية، ما تبقى مش مظبوطة خالص. لو انت صبيتي درجة حرارة عالية، اول حاجة بنصب على درجة حرارة 70، 72 على حسب درجة حرارة الجو. كل درجة حرارة الجو، يعني الصيف بتفرق عن الشتاء، كل درجة حرارة الجو بتفرق عن التاني. تمام، العطر بتحط على درجة 70 وبصب على طول. ممكن تحط العطر على درجة 72 على حسب برضو حرارة الجو. ثبت الفتيلة كده بالخلة بتاعت شيش طاووق دي، ممكن بكذا حاجة، في بتاعت اللي هي المفتوحة اللي تبقى من شيء انو كده. شوف، هو اتبقى معايا كمية صغيرة حطيتها في القوالب الصغيرة وبعدين طلعتها وبقى شكلها كده. هي بس كانت الاضاءة مش مظبوطة، وبعدين دي تمام بقت هي الدرجة دي. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل حاجة. باي باي.